أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ما دمنا في جوار الإمامين الجوادين الهمامين، سلموا عليهما عسى أن نحظى بنظرتهما الكريمة. السلام عليك يا مولاي يا باب الحوائج، يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، يا مولاي يا أبا جعفر، يا محمد بن علي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ونحن بين ليلتين من ليالي القدر المباركة، هكذا اجتمعنا في هذا الجمع المبارك بمنه وكرمه. أولاً نشكر الله عز وجل على ما مضى ونسأله التوفيق فيما سيأتي. اتفاقاً المؤمن بين ليلتي القدر، الليلتين المهمتين 19 و23، يعيش شعوراً على كل متميزاً خليطاً بين الشكر على ما مضى، وفقنا رب العالمين لإحياء ليلة البارحة على ما كان عليها. طبعا بعد الفراغ فجرا عندما تصلي صلاة الفجر، حاول أن تعمل مسحا كما يقال ضوئيا على قلبك، ترى كيف كنت، أين التقصير، أين الخلل. البارحة ذكرنا أن من العلامات رقة القلب، جريان الدمع الذي أصيب بخلل في هذا المجال. ما رق قلبه، ما جرت دمعته، ماذا يصنع هذه الليلة؟ يحاول أن يتلافى ذلك في الليلة القادمة. الإنسان هذه الليلة وغدا حقيقة يريد أن يعقد الصفقة الأخيرة مع رب العالمين. الليلتان من ليالي القدر السابقة انتهت، الامتحان المصيري غدا. رأيتم طلاب المعاهد والجامعات والمدارس قبل اختبار نهاية العام بأسبوعين بشهر، تراه متوترا متحفزا. نحن الليلة وغدا نستعد لليلة المصيرية، جف القلم بما هو كائن. البعض يقول هكذا شقاوتنا فقط تكتب في السنة القادمة أو سعادتنا بإذن الله عز وجل، ولكن لا تنسى، كن معي جيدا في هذه الفقرة، البعض قد يبتلى بقسوة بشقوة في السنة القادمة تجر له البلاءات إلى آخر عمره، ليس الكلام في سنة. إنسان يبتلى بكبيرة من الكبائر يسقط من عين الله عز وجل، فإذا سقط من عينه تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أنا رأيت بعض المؤمنين في بلاد الغرب في زياراتنا لهم، قيل لنا فلان كان من كبار المؤمنين ولكن زل زلة زلتين كبيرة كبيرتين، وإذا به أصبح على رأس شلة من الفساد والإفساد. كان يرتكب الحرام في الخلوات، الآن يرتكب الحرام في الجلوات، ثم أخذ يجمع جماعة يدفعهم إلى الحرام. أنا هذا المعنى ذكرته في أحد المجالس في ختام المجلس وأنا خارج،
رأيت أحدهم يكاد يغمى عليه من الصياح والبكاء، حالة هستيرية على كل حال. رققت لحاله، ما الذي قلناه؟ يبدو هذا الشاب طبق الأمر على نفسه، اكتشف نفسه، وأنا في هذا الجمع المبارك أقول هذا الكلام، أنتم أجل، ولكن قد يصل إلى غيركم. قد تكون مبتلى بولد، بأخ، بجار، بصديق من هذا القبيل. هذا التحذير انقلوه لهم. قلت للبعض: أنت تدخل الجامعة، تدخل السوق العمل، وتكون سببا لغواية الغير، لإفساد الغير. إذا صرت سببا لفساد الغير ثم تبت إلى الله عز وجل، بعد سنوات صرت كبيرا، بلغ بك من العمر ما بلغ، تبت إلى الله عز وجل، ولكن ماذا تصنع بمن حرفته؟ وراءك جيل من المنحرفين، وكل واحد بعد فترة صار على رأس جيل من المنحرفين، شبكة من الفساد والإفساد أنت مؤسسها من خلال موقع، من خلال صفحة على مواقع التواصل. يوم القيامة كيف تعوض؟ أنت تبت الآن، توبتك توبة نصوح، ولكن تأتي يوم القيامة وأمامك المئات والآلاف يقولون: يا رب انتقم من هذا الذي حرفنا. ماذا تجيب ربك يوم القيامة؟ ولهذا احذر، إن أردت أن تكون من أهل الفساد والإفساد لا تكن من الدعاة إلى النار، أئمة يدعون إلى النار. هذه إطلالة لحديثنا في هذا الجمع المبارك، حديثنا عن الدعاء، الحديث الذي يناسب هذه الليلة. كيف ندعو دعاء يريحنا؟ لا أقول دعاء مستجابا، الدعاء المستجاب بالمعنى العوامي لا وجود له، رب العالمين غير ملزم بأن يسمع كلامك. أنا وأنت ما وزني، حتى رب العالمين يعمل بكل ما تقول. أنت ربيت ولدك، نصف مطالبه ما لبيتها صغيرا وكبيرا. نعم، لأنه ليس في مصلحته، رب العالمين أحكم الحاكمين. أولا عندما تدعو اجعل بندا في الأخير، هذا البند يريحك. أحدهم اليوم جاءني، اتفاقا الليلة جاءني وكان له عتاب، يقول: لماذا الإمام باب الحوائج، الإمام الجواد عليه السلام، ما قضى حاجتي؟ أنت أعلم أم الله أم وليه؟ قدم الطلب وكن مؤدبا، قل: يا رب هذه طلبتي وأنا أصر عليها. الإصرار لا مانع منه، ولكن الأمر إليك، ما أردت أن تصنع أنا عبدك بين يديك. لا تخرج من زي العبودية لله عز وجل، قدم الطلب، هو أحكم الحاكمين، يعلم ما يصلحك وما يفسدك. إذن كيف ندعو بعد هذه المقدمة؟ أولا آداب الدعاء الظاهرية، لا بأس، أنت في الصلاة مأمور بالصلاة الخاشعة، ولكن بعض الآداب راعها: تطيب، البس أفضل الملابس، صل في مكان خال من المشوشات، توجه إلى القبلة حتى في غير الصلاة. نعم، إذا أردت أن تجلس على مائدة تدعى على مائدة، قل: أين القبلة؟ خير المجالس ما استقبل به القبلة.
من الطريف، كنا في مكان، المكان الذي يستقبل بها القبلة وقت الطعام، كرسي واحد. أحدهم قال: هذا الكرسي نقدمه لك لأن هذه في جهة القبلة، هذا إيثار. المؤمن عبد في كل تقلباته. إذا جلس على مائدة فيها أربع كراسي في أربع جهات حتى يختار الكرسي الذي يواجه به القبلة، قلب المؤمن هكذا يدله على الطاعة في كل شيء. إذن إذا أردت أن تدعو كن متطهرا مستقبل القبلة. هذه الآداب الظاهرية التي لا بد أن نراعيها. وبالمناسبة اسمحوا لي بين قوسين، المؤمن لا يخلو جيبه من طيب يتطيب به. لما؟ إن صلى متطيبا صلاته 70 ضعفا. يا لا من غنيمة، طيب لا قيمة له، ولكن أنت عندما تستعملها رب العالمين يضاعف من صلاتك. الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. إذن الآداب الظاهرية. ثم هذا الأمر مهم جدا، عادة أدعيتنا تبدأ بيا رب، اللهم، يا الله. هذه التعابير أغلبه تبدأ بكلمة اللهم. في اللغة العربية ما معنى هذه الجملة؟ ما الفرق بين يا الله وبين اللهم؟ يقال في الأدب في اللغة العربية في النحو هذه الياء حذفت واستبدل عنها بالميم. هكذا في اللغة عندما يحذف شيء يوضع في اللغة ما يدل عليه. هذه دقة لغة العرب. إذن اللهم يعني يا الله، تخاطب رب العالمين وأنت معرض عنه. هل هذا من الأدب؟ يتفق، تتكلم مع إنسان وهو ينظر في جهازه في هاتفه، تقول: يا فلان أكلمك، انظر إلي، لماذا أنت ملتهن عني؟ لو قمت بهذه الحركة في محضر وزير أمير حاكم ألا يقول: اخرج من مجلسي، أنت لم تراعي حرمتي، تكلمني أكلمك وأنت ذاهل عني. إذن أعزائي إخواني، كلما قلت اللهم من هذه الليلة إلى آخر العمر خذها عادة، خير العادة ما كان في هذا المجال. إذا قلت اللهم لملم نفسك، إن كنت مادا رجليك أجلس جلسة التشهد، إن كنت في مكان الغافلين توجه إلى السماء إلى الله عز وجل بقلبك. لا تقل اللهم وأنت من اللاهين الغافلين قدر الإمكان. إذن أول أدب من آداب الدعاء أن تقول اللهم وأنت متوجه. وعلى رأس أدعيتنا هذه الصلوات التي نصليها على محمد وآل محمد. الآن قلت معي اللهم، هل كنت ملتفتا إلى جهة العزة والجلال؟ كلما صليت على النبي وآله أيضا التفت، قل اللهم وأنت ملتفت. إذن أن تكون متوجها. وثانيا من آداب الدعاء بين يدي الله عز وجل أن تستشعر حالة القرب منه. لا تخاطب وأنت في حال سهو ولهو. قبل أن أصعد هذا المنبر الشريف كنا عند الإخوة المسؤولين على هذا الحرم المبارك وقلنا كلمة وهم وافقوني عليها. الذي يعمل في المشاهد سنوات له قصص مع أصحاب هذا المشهد.
نعم هنيئا لمن وفقه الله عز وجل أن يكون منتسبا لهذه الأماكن الطاهرة. حقيقة البعض يراها غنيمة أن يكون من الصباح إلى الليل يفتح عينه فيرى هذه القبب السامية. المهم قلنا في هذا الجمع قبل قليل، حقيقة أقول الأمر لا يحتاج إلى مقامات سامية، لا يحتاج إلى مقام الفناء والكذا وإلى آخره، هذا مقام بسيط. إن وضعت إن ألصقت وجهك بالضريح المبارك، إن جعلت فمك على هذا الشباك الطاهر، تكلم مع الإمام، حقيقة يسمعك ويراك وكأن الإمام جالس في هذا المكان. تكلم مع إمامك بهذا اليقين. قد تقول ما مسوغه؟ آية الشهادة، ولا تحسبن الذين قتلوا. موسى بن جعفر عليه السلام سيد الشهداء، هؤلاء على قمة هذه القائمة، سيد الشهداء، هؤلاء على رأس الشهداء. الإمام حي مرزوق من علامات الحياة أنه يسمع. إذا شككت في موت إنسان نحن عادة ماذا نصنع؟ إنسان في حال الاحتضار، في حال الإغماء، نتكلم، نقول يا فلان، إن هز رأسه قلنا الحمد لله فلان حي لا زال يعيش، إذا ما أجاب نقول مات الرجل. إذن من علامات الحي أنه يسمع ويرد السلام، ولكن هذه الآذان لا تسمع الجواب. لو امتلكت أذنا صافية يسمى بالأذن البرزخية الملكية كنت سمعه الذي يسمع به، لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يصل العبد إلى درجة يرى بعين الله، يسمع بسمع الله عز وجل. المهم حاول أن تكون على هذا المستوى من اليقين، تكلم مع إمام زمانك وأنت متيقن بالإجابة. هذا أيضا أدب من آداب الدعاء. أدب أخير نلملم الحديث، إن طلبت من الله عز وجل شيئا كن على مستوى الدعاء، لا تخالف قواعد الدعاء. إنسان كسول ينام في المنزل لا يخرج، يطلب من الله الرزق الوفير، يطلب من الله عز وجل العلم إلى آخره، هذا الإنسان لا تستجاب له دعوة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا لمن يقال؟ لمن زرع زرعا الذي لم يزرع. رب العالمين لا ينبت له شجرا. عليك بالبذر، عليك بالساقي، يقول رب العالمين أرأيتم ما تحرثون؟ عليك بالحرث، عليك بالبذر، عليك بالساقي، ولكن قل يا رب أنت الزارع. رب العالمين لا يستنكف أن يسمي نفسه زارعا، هو الزارع، فالق الإصباح، فالق الحب والنوى. إذا كانت هناك حبة في الأرض يفلقه، الأرض التي لا حبة فيها هذا المعنى لا يجري. إذن عليك بالعمل، عليك بالسعي، وبعد ذلك سل الله عز وجل أن ينبت زرعك. دعوت عمرا ما استجيب لك، قدم الشفعاء بين يدي الله عز وجل، قدم شفيعا بين يدي حاجتك. ذنوبنا أخلقت وجوهنا، ذنوبنا سودت وجوهنا، فلم يرفع لنا صوت إلى جهة العزة.
ولا تقرأوا في دعائكم ميل: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. هنالك من المعاصي ما يحول بينك وبين الله عز وجل، ماذا نصنع؟ قدم هذه الذوات المقدسة بين يدي حاجتك. ومن أفضل السبل للقرب إليه عندما ترى في قلبك قسوة، بعدا، إدبارا. هذا المعنى إخواني مجرب. في الخلوات أذكر مصائب أهل البيت. اليوم العاشر حتى الحجر يبكي على مصيبة الإمام عليه السلام. أيام الأربعين تمر على المواكب أصوات البكاء والنعي وإلى آخره، يجعلك تبكي على مصيبتهم. تحت القبة الشريفة أيضا أحدنا يرق قلبه حتى لو كان قاسيا. هذه الليلة أقول لك شيئا إن عملت به رأيت الأثر البليغ. لوحدك في جوف الليل في الخلوة على مائدة الإفطار وأنت جائع وأنت عطشان، حول مائدة الإفطار إلى مائدة ذكر الحسين عليه السلام. أغلبنا يحفظ بيتا بيتين، ما المانع تمتم بهذه الأبيات قبل أن تشرب ماء باردا؟ تذكر عطش الحسين عليه السلام مقدمة للتوسل. نريد هذه الليلة نذكر بعض الأبيات في مصيبتهم ثم ندعو ربنا عز وجل. قلنا ساعة الإفطار إن جلست على المائدة وقد بلغ بك العطش ما بلغ، تذكر عطش الحسين وعيال. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأما ويرحموني. إخواني من أعظم ما جرى على الحسين يوم عاشورا مصيبة هذا الرضيع، يقال بدم المظلوم، يعني هو هذا الذي ما قاتل وقتل. الإمام نادى: يا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ السمكة عندما تخرج من الماء تتقلب يمينا وشمالا، هذا معنى التلظي. أما ترونه كيف يتلظى عطشا؟ لهذا الطفل، هذا الرضيع، لو ما قتل لما تعطش. ولكن اللعين استعجل، رمى رضيع الحسين بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. كلمة أخيرة ندعو ربنا. يقولون عندما أحس الصبي بحرارة السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه ومنعطف أهوى لتقبيل طفله، فقبل منه السهم من قبل من حرى. إلهي بدم المظلوم، هذا القسم من الأقسام التي لا ترد. إلهي بدم المظلوم.
مظلوم بدم المظلوم. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين من بني، انظر إلينا الليلة نظرة كريمة. اللهم وفقنا في ليلة القدر القادمة لما تحب وترضى. إلهي أمن معي في هذا الدعاء، كن معي دعوة، هذه الدعوة لو أجيبت هنيئا لنا جميعا. اللهم إن كنت أثبتت أسماءنا في ديوان السعداء فلك الحمد ولك الشكر، هذا هو المؤمل من كرمك. ولكن إن كنت أثبتت أسماءنا في ديوان الأشقياء فامحو شقاءنا الليلة، فامحو شقاءنا الليلة وأثبته في ديوان السعداء. نريد هذه الليلة أن نكتب في ديوان المغفورين لهم ليلة القدر الكبرى، نريد مقام الرضوان، نريد من صبيحة اليوم 23 من شهر رمضان المبارك أن يصبح علينا الصباح، يطلع علينا الفجر، ورب العالمين يقول قد رضيت عنك، رضيت عنكم، هذا هو الفوز الأكبر. اللهم ارض عنا برضاك، اللهم فك رقابنا من النهار، أبلغ سلامنا الليل وفي كل ليلة إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام وأنت جالس في مكانك، انهج معي بهذا الدعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.